خفض برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مساعداته الشهرية بشكل مستمر، ويستثني عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين المحتاجين في الأردن للمساعدات تدريجيا، ما يضطره إلى إعطاء الأولوية للعائلات الأشد فقرا. فما هي أسباب تراجع الدعم؟ وما هي ردة فعل السوريين؟ وما الحلول المتاحة أمامهم؟ نناقش ذلك بعد المادة الآتية. تخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين السوريين في الأردن أصبحت أمراً واقعاً بسبب نقص التمويل. برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يخفض قيمة المساعدات الشهرية ويستثني عشرات الآلاف من اللاجئين بشكل تدريجي من المساعدات الغذائية لإعطاء الأولوية للعائلات الأشد فقراً. الحاجة شمس العوض تفاجأت بوصول رسالة نصية الشهر الفائت تفيد بنية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتخفيض دعم الأغذية المقدم لها والذي كان يسندها ويسد احتياجاتها الأساسية. وصلتني أم رسالة بس أنا ما عرفت أقراها، قلت لك، وقالوا لي بدي يقطعون البصمة عليك، وقلت لهم أنا ما أقدر لا أروح ولا أجي، وقطعهم علي الكوبون كان عندي 23 اقطعوه علي سووه 15، كنا ناخذ 23 الحين صفينا على 15، يعني ما يكفلنا شيء ولا يجيب لنا لا زيت لا سكر ولا مثلا الرز، ما يجيب لنا، كنا اول يعني ماشي الحال يعني، بس الحلا والله. بالرغم من ذلك لم يفقد اللاجئون الامل، فتقديم طلبات استئناف المساعدات هو الخيار الوحيد امامهم. يعني قالوا لي بدنا نقطع، ورحت استأنفت عشان ايش؟ عشان انا بسرع عني علاج الصحي، ما بقدر، لا عندي، عمري 66 سنة تحت 70، لا عندي ولد ولا عندي حدا يساعدني. هسا كنت مستاجر وطلعت من البيت لي 6-7 شهور وغراضي يعني حطيت برات كومتها وغطيتها، واخواني هذا بيت اخوي 26 نفس، حتى ما بقدر اقعد وياهم. دراسة اجرتها المفوضية في عام 2022 تقول فيها ان جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات تعرضوا لتهديدات بالاخلاء 3 مرات اكثر مما تعرضوا له في عام 2018 وبدء جائحة كورونا، كما انخفض دخل 68% من اللاجئين وفقد عدد كبير منهم عمله. أنا طلعت من بيوت كثير، يعني أكثر من بيت طلعوني منه من ما أدفع أجر، والبيت اللي قاعد فيه حاليا على وجه يعني إني يمكن أطلع منه لأنه ما قاعد أدفع أجر بيت، وإحنا أعمال حرة يعني ما فيني أقدر أشتغل شغلة ثانية، تعودت إني أشتغل الشغل، ما يعني الأعمال الثانية ما تناسب كراتب، يعني يومي 7 دنانير شو بدك تدفع منها أجار بيت ولا مصروف ولا أطفال صغار عندك 3 أولاد بالبيت. أما الأرقام الصادمة التي كشفتها المفوضية فيما يخص الأمن الغذائي للاجئين فهي تلك التي تتحدث عن تجويع أباء اللاجئين أنفسهم لتأمين الغذاء لأبنائهم، إذ صرح 46% منهم بتقليص حصصهم الغذائية اليومية بعد إبلاغهم من قبل الجهات الدولية المانحة بتخفيض قيمة الدعم الغذائي الممنوح لهم بسبب نقص التمويل. بعد 12 عاماً من اللجوء إلى الأردن يجد السوريون أنفسهم اليوم عرضة لفقدان الأمن الغذائي وضمن خيارات باتت شبه معدومة بعد تخلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مسؤولياتها تجاههم نتيجة أزمة تمويل تقول إنها حادة. الدكتور عماد زغول مدير مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان معي من عمان، مرحبا بك دكتور عماد. يعني بداية، ما تفاصيل تخفيض الأمم المتحدة المساعدات للاجئين السوريين في الأردن؟ أهلا وسهلا بك وبمشاهديك. أهلا بك. هذه الأزمة ليست جديدة، وإنما كانت هنالك إرهاصات أممية سبقتها بتقارير وتحذيرات من نقص التمويل للاجئين بشكل عام في العالم، وخصوصا الأزمة الملتهبة وهي أزمة اللاجئين السوريين التي هي الأكبر حجما في القرن 20 والأكثر تضررا نظرا
استمرار النزاع وتجدده لغاية اللحظة. الأسباب التي يقولها أو يعني يبررها المفوضية السامية للاجئين عدة أسباب، من أهمها نقص التمويل العالمي لهذا الصندوق وارتفاع أسعار الأغذية عالميا نظرا للأزمة التي يمر بها العالم، خصوصا بعد أزمة أوكرانيا الجديدة. وبالتالي هذا النقص الحاد لهذا الصندوق والصناديق المتفرعة عنه لدعم اللاجئين أدى حكما وضرورة إلى تخفيض حصة اللاجئ، وأنا أتكلم هنا عن اللجوء في الأردن، إلى ما يقرب من 50% تخفيض، وهذا ينعكس بالضرورة على الحياة اليومية والمعاناة التي يعيشها من هم يقطنون في مخيمات اللجوء. سنتحدث دكتور عماد عن رد فعل السوريين ومن شملت يعني وتفاصيل أوفى، ولكن يعني قبل ذلك هذه التخفيضات من شملت من اللاجئين السوريين في الأردن؟ أعيد السؤال لو سمحت. التخفيضات هذه، تخفيض المساعدات من قبل برنامج الأغذية العالمي، من هي الفئة المستهدفة منه في الأردن من اللاجئين السوريين؟ يعني هي تؤثر بالضرورة على الفئة التي تقطن داخل المخيمات، هي التي يعني هي الأكثر تضررا، لأنه هذه تقريبا تصاريح العمل فيها قليلة جدا، الإنتاجية للعائلة قليلة جدا، معتمدة بشكل كبير على هذه المساعدات وما قد يجود عليه إذا كان هناك بعض الأفراد لهذه العائلات في دول مثل أوروبا أو الدول التي يعني يستطيعون أن يمدوهم بالمساعدات. وبالتالي المتأثر الكبير هم من يقطنون من اللاجئين داخل المخيمات، وتمتد هذه الأزمة للاجئين خارج المخيمات لكن يكونوا أقل تأثرا. وهنا دعني أن أشير إلى أمر مهم جدا. اليوم منظمات العالمية وربما التقارير الأممية تتكلم عن الأرقام، وهذا مؤسف بالقرن الذي نعيشه مع هذا التقدم الذي نتكلم به، يعني نريد أن نأنسن الرقم، يعني نتكلم اليوم كم عدد التخفيض، كم رقم التخفيض، لكن نتكلم عن الإنسان اللاجئ، لا نتكلم عن الطفل بنفسية الطفل، لا نتكلم عن المرأة بنفسية المرأة. فيجب صحيح. اليوم حتى على وسائل الإعلام أن تؤنسن الأرقام أكثر مما تعطي إحصائيات لتشير إلى المعاناة. اليوم نتكلم عن أطفال ولدوا في هذه المخيمات، نتكلم عن أسر محطمة أسريا عن في داخل هذه المخيمات. اليوم يعني في ورقة سياسات أصدرها مركز أرض السلام لتنمية حقوق الإنسان وبصدد مناقشتها مع أصحاب المصلحة والقرار الأردني، اليوم نتكلم عن أزمة العودة الطوعية والخوف من العودة، ونتكلم اليوم عن المسائل ربما الأكثر تعقيدا. اليوم الأردن أعلن وبشكل رسمي أن الوطن الوحيد للسوري هو بلاده السورية المحددة بالجغرافيا السورية، والأردن ما هو إلا مكان للاستضافة، وأعلن بشكل واضح أنه لا يستطيع القيام بسد الفجوة التي تخلت عنها المنظمات الدولية والدول الداعمة التي أصبحت عبئاً مضاعفاً على الميزانية الأردنية، وربما هذه منعكسة بشكل كبير جدا على البنية التحتية والطاقة والمياه والتعليم والصحة وما إلى ذلك. دكتور عماد، يعني هل ستتخذ الأردن يعني خطوات لإعادة اللاجئين السوريين إلى الداخل السوري بعد هذا التصريح؟ الأردن لا تتخذ خطوات بالإعادة القسرية بهذا قطعا. يعني الأردن هي دولة تاريخها في إدارة مسألة اللجوء هي إدارة أنا أعتقد فيها كثير من الأنسنة. ليست هذه الأزمة التي يديرها الأردن هي الأولى، أدار موجة اللجوء الفلسطيني وموجة اللجوء العراقي وموجة اللجوء المتكررة، واليوم يدير موجة اللجوء السوري بنوع من الحس بالمسؤولية والعروبية والانتماء للعرق والدين والإنسانية. لا يملك الأردن، وليس من أخلاقه أن ولا يقول أن هنالك إعادة قسرية، لكن هو يشجع العودة الطوعية. ولذلك كانت زيارة وزير الخارجية الأردني قبل عدة أيام إلى المسؤولين في سوريا مع نظيره السوري ليبحثوا مسألة تشجيع
العودة الطوعية من الدولة الأم اللي هي الدولة السورية، ومحاولة يعني النقاش يا سيدي في ضمان نعم. العودة وضمان الأمن وعدم الملاحقة. دكتور عماد، هذا الكلام جميل يعني، ولكن يعني كيف سيعود معظم اللاجئين السوريين موجودين في الأردن، وهم البعض منهم مطلوب لأجهزة المخابرات، والبعض الآخر هدمت منازله، والبعض الآخر ميليشيات تستوطن الأماكن التي كانت يقيمون فيها. رئيس النظام بشار الأسد صرح في مقابلة لأحد الوسائل الإعلامية منذ قرابة 10 أيام بأنه لا يمكن للنظام استقبال اللاجئين بسبب الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية، ومطالبته بمشاريع إعادة الإعمار. ألا تتفق معي بهذا دكتور؟ يعني هذه المسألة تناقش على مستوى دولي، لأنه من يملك أن 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 يعني يضمن العودة الآمنة لهذا الإنسان؟ أنا أتكلم عن الإنسان بما هو إنسان. وبالتالي هذه تحتاج إلى رعاية دولية أممية واتفاقيات يعني على أعلى المستويات لضمان أمن هؤلاء المواطنين. وهنا أنا لا أستطيع أن ألقي اللوم على 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 الدولة السورية دون الدولة أو مجموعة الدول التي كانت مساهمة في إنشاء هذا الحرب. لا أستطيع أن ألقي اللوم على المنظمات الأممية الإنسانية النزعة، وأستثني الدول التي لا زال لها بعض القوات داخل الأرض السورية، ولا زال لها بعض ربما الأجندة السياسية والاقتصادية في هذه الأزمة. هنا لا أتكلم عن تحليل الأزمة سياسيا، لكن اليوم أنا ما يهمني هو هذا اللاجئ على الأرض الأردنية، يجب حفظ كرامته، حفظ صحته، ضمان التعليم لأبنائه، ضمان استدامة الحياة الكريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض، و أخذا بعين الاعتبار أن دولة مثل الأردن لا تستطيع الاستمرار في سد الرقعة الكبيرة والفجوة الكبيرة التي تخلى عنها المانحون. وهذا بالأرقام مثبت أنه الالتزام بالأموال الداعمة للوجود اللاجئين السوريين على الأرض لأقول سنة 22 لم يتحقق منها سوى 30 إلى 33% في أحسن حال من ما يجب أن يصرف على اللاجئين السوريين. نعم دكتور، ولكن ما هي خيارات الأردن؟ ما هي خيارات الأردن اليوم أمام هذه الأزمة وأزمة التمويل، مع الاعتراف طبعا بأزمة تمويل والمساعدات للاجئين السوريين في الأردن؟ يعني يجب الضغط على أعلى المستويات السياسية، وضغط على منظمات المانحة، وعلى الدول التي يعني تشكل حل مشكلة اللاجئين لها على أرض غير أرضها. يمكن يكون هذه الضريبة أخف عليها من أن تمتد إليها أزمة اللجوء. اليوم من أكبر الدول المتضررة بأزمة اللجوء هي مثلا على سبيل المثال بأوروبا هي ألمانيا، وهي بالمناسبة من أكثر الدافعين لفاتورة هذا اللجوء، وبقية الدول الأوروبية أيضا هي متضررة بشكل أو بآخر. اليوم يعني على الدول أن تضاعف أو لأقول يعني تقدم ما تعهدت به لمثل هذه الأزمة، خصوصا إذا نظرنا على الدول المستضيفة للاجئين. الأردن على سبيل المثال ليس لها أجندة سياسية، بينما هي مختلفة عن وضع تركيا، مختلفة عن وضع لبنان. يعني هي دولة مستضيفة تدير عملية اللجوء ليس أكثر وليس أقل من ذلك. الدول العربية يعني هي كثير من الدول لم تقصر، لها مكاتب في داخل المخيمات وتقوم بواجبها، لكن اليوم في ظل أزمة الغذاء العالمية وتضاعف هذه الفاتورة وتضاعف مدة بقاء اللاجئين واستدامة بقائهم على الأراضي غير أراضي سوريا في بلدان مستضيفة للجوء، على الدول أيضا أن تضاعف جهودها، وخصوصا في دولة مثل دولة الأردن محدودة الموارد. وهنا لما أتكلم عن محدودة الموارد أتكلم عن هذا ضغط إضافي على الأردن يعني أمام نقص التمويل الدولي للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية. شكرا لك الدكتور عماد زغول، مدير مركز أرض السلام للتنمية وحقوق الإنسان، كنت معي من عمان. مرحبا بك. لا لتهميش الأتارب، سنتوقف مع قصة هذه الحملة في ملفنا الأخير.